السلام عليكم البنات. اليوم بغيت نبقاس معكم الوصفة اللي عليها إقبال كبير، هي وصفة ديال جاتو بيضة وحدة. إذا غادي ناخد الطحينة، بيضة وحدة، ساشي ألزا، طحين، نص كاس سكر، نص كاس زيت، وكاس الحليب. غادي نبدأ بالطحينة، غادي نحكها القشرة كلها اللي غادي نخليها على جنب باش نكمل. غادي نحتاجها مازال. غادي ندير الصالة دي ولا الإناء اللي عندي نخلط فيه القشرة ديال التشينة اللي حكيت. غادي نزيد عليها بيضة واحدة، وغادي نزيد عليه كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال السكر، ونصف كاس ديال الزيت، والخميرة ديال الجاتو، والطحين. هاد المقادير كلها نديرها على بعض، غادي نربح الوقت هكذا، نخدم كلشي في خطرة. وغادي نخلط مزيان بالخلاط اللي عندي حتى تولي الخليط يكون منسجم مزيان. غادي نرجع لداك التينه اللي كنت خليت على جنب، غادي نقطعها دوائر، وغادي نسخن الطاوله اللي عندي قلت لكم غنطيب فيها. انتم ممكن تستعملوا طاوه ولا مقله ولا اللي عندكم. اذا هاد الكاتو ما غاديش يحتاج يطيب في الفران، غادي نطيبوه غير على النار، يعني على لا غازينير. اذا كنت وجدت الطاوه، درت فيها لو بابي كويسون ولا الورق الغذائي، شويه ديال السكر مقدار ملعقه، وندير فيها الدوائر ديال التشين. ممكن تستعملوا فاكهه واحده اخرى بحال التفاح، اناناس، اللي عندكم الحامض اللي عندكم في الدار. عصرت عليها شويه ديال الحامض اللي كان باقي لي ديال التشين اللي كان باقي لي على الجناب، وندير عليها الخليط ديال العجينه اللي عندي اللي كنت وجدت دابا، نخليها طيب على نار مهيله بزاف، ونغطي الاناء اللي عندي ولا الطاوله اللي قلت لكم عندي. وفاش تولي العجينه طايبه كامله، يعني فاش غادي نحلو عليها نلقاو ما العجينه تكون طايبه مزيان، غادي نغطيها بواحد الورق ديال الورق الغذائي، وغادي نقلبها بحال هذا الشكل هذا، ونخليها نرجعها تحمر من التحت. وها هي الجاتو واجد، كما كتشوفوا كيجي رائع ورطب وبنين وسريع بزاف، وما كيحتاجش مقادير كبيره بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتجاوبوني في لي كومونتير، وان شاء الله نتمنى تعجبكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه، ومرحبا بكم مره اخرى على قناه مطبخي، والى وصفه مقبله.